مشاكل اجتماعية ما واجهت، لما يكونوا الأهل موجودين معي وواقفين معي ما بهتمش بأي شيء ثاني. وشعور حلو إني أكون أنا حكم بنت ووحيد ولسه مستمر، وإن شاء الله بضل مستمر. فعليا يعني من تقريبا 3 سنوات بلشنا يعني نعطي السيدات دور التحكيم في الملاعب، يعني بعد ما تأهلوا، وعد لدرجة انه صار في عندنا تحكيم، يعني سيدات يحكموا في الاتحاد الآسيوي، يعني الاتحاد الدولي عندنا حكمات دولية. اكيد احنا معطينهم ثقة كبيرة، وهن قدر المسؤولية. يعني حنين ابو مريم بتحكم في الدوري النسوي، بتحكم في الدرجات الثانية، يعني بتحكم في الدرجات الثالثة، في دوري الشباب، في دوري الناشئين بتحكم كمان.